النقطة ديال في خضم جائحة كورونا كان مشكل ديال بحال الاصطدام ما بين المهنيين وجامعة طنجة حول الاقتطاعات، شنو رأيك ديال هذا الموضوع؟ لا، ما كانش اصطدام ما بين المهنيين وجامعة طنجة، كان واحد النوع ديال سوء التفاهم مع كامل الأسف في اجتماع بولاية طنجة. أنا تدخلت كرئيس الغرفة، تدخلت كرئيس الغرفة وقلت وما زال كنقول، قلت على أنه الاقتطاعات الموجهة للجماعات المحلية داخل الموانئ لم يعد لها معنى، والتجربة أبانت أنه خلال هذه جائحة كورونا من اللي بدينا في الأول المبادرة نحن لم نتلقى أي دعم مادي ولو بكمامة واحدة من أي طرف كان، أن وحنا ما كنلوموش شي واحد لأن الوقت كان شويش مكهرب، الناس ما كانش كتعرفش أني جاديك شي بعجالة، ولله الحمد كانت البصيرة ديال جلالة الملك على رأس الهرم ديال المسيرين في المغرب كانت واحد البصيرة، وتخدا واحد القرار اللي هو فجائي اللي حنا كان كيبان لنا فجائي واللي هو كانت مراه غاية جد بناءة، أنه خصنا نشدوا يعني لي فرونتيير وتوقف. حنا استمرينا في العمل، استمرينا في العمل، ما وجدناش الدعم إلا من طرف السلطات المعنية ومن طرف وزارة الصيد البحري أننا نستمر، وخاصة باش نوضحوا الأمور شوية، كنا في اختلاف، كانت مناطق أخرى من المملكة في إطار موانئ أخرى كيناديو الناس باش يوقفوا، وكانت موانئ وقفت، فإذا كانت الوضعية ديالنا خاصة. تلقينا بعض الدعم يعني بعض المحسنين، بعض الإخوان من مناطق صناعية تفضلوا علينا بالكمامات، كانت كمامات مفقودة أعطوها لنا بالمجان، كان هناك واحد الدعم، استمرينا في العمل. فالطرح ديالي كان طرح بسيط، هو أنه نحن الاقتطاعات ديال 3% داخل الموانئ واللي هي موجهة للجماعات المحلية، ولا ما كنقصدش جماعة طنجة، أنا أمثل جهة الغرب، جهة الشرق وجهة طنجة تطوان. هل الاقتطاعات المخصصة للجماعات المحلية، هناك اقتطاعات مخصصة للجهة، وهناك اقتطاعات مخصصة لاين بي الوكالة الوطنية للموانئ، وهناك اقتطاعات مخصصة للمكتب الوطني للصيد البحري. هذه المجموعة ديال الاقتطاعات ولات كتمثل واحد الثقل بالنسبة على المهنيين، خاصة الظروف اللي كنعيشوها. فقلنا على أنه الاقتطاعات المخصصة بالنسبة للجماعات المحلية لم يعد لها معنى، وبالتالي احنا كتبنا قبل داك الشيء مع داك وزير الداخليه، ووجهنا سؤال البرلمان اننا خص المراجعه ديال الفكره ديال 3%. 3% في الاول كان كيخلصوها ارباب المراكب، ثم انتقلت في وقت لاحق في اطار قرار مشترك ما بين وزاره الصيد البحري ووزاره الداخليه انهم يخلصوها التجار ديال السمك. الاشكاليه اللي مطروحه اليوم جاء مشروع اليوتيس. مشروع اليوتيس كيقول خلقت شراكه ما بين الحكومه السابقه والحكومه الحاليه والجماعات المحلية أنه المغرب يتوجه إلى خلق أسواق للجملة خارج الموانئ. هذه الأسواق للجملة بطبيعة الحال هي في إطار تسير مشترك ما بين المكتب الوطني للصيد البحري وما بين الجماعات المحلية، وفي هذه الأسواق للجملة المكتب الوطني للصيد البحري كيحصل على اقتطاعات والجماعات المحلية كتحصل على اقتطاعات، فالوضع أصبح يختلف، أصبحنا أمام اقتطاع مزدوج، فالأسماك تباع داخل الموانئ وهذا ما كيجري في ميناء طنجة، والتجار السمك يؤدون عليها 3%، ثم تنتقل في مرحلة ثانية تلك الأسماك في إطار البيع الثاني لتباع داخل أسواق الجملة، والمثال في ذلك سوق الجملة التابع لمدينة طنجة وسوق الجملة التابع لمدينة تطوان، وبالتالي يتم أداء 3% إضافية، إذا أصبحنا أمام 6%. من يؤدي هذا الثقل الجبائي؟ المواطن، لأن في آخر المطاف باش ندرجو ونوضحو شرينا ستردين بخمسة دراهم من المرسى غنخلصو عليه 3% وغنهز نفس صندوق ستردين غندير سوق الجملة في إطار البيع الثاني وغنخلص عليه 3% أخرى وغادي يمشى للمواطن، ما بقاتش 3% ولات 6%، إلا 3% داك الحوت اللي كتبقى عليه 3% هو اللي كيمشي للتصدير مباشرة وما كيتعرضش إلى بيع ثاني. إذا جاء قانون 1408 ديال تجار السمك فرق ما بين البيع الأول وما بين البيع الثاني وما بين البيع التقسيط. إذا ملي وقع هذا الفرق ما بين هاد الثلاثة العمليات ديال البيع خصنا نحددوا فين خصني نخلص، شكون خصو يستافد وشكون غادي يستافد. فالتدخل ديالي كان بسيط،
ربما موراه جا واحد بالعاده ديال النقاشات اللي هي فارغه وخارجه عن الصواب واللي هي كتصب في مناقشات ذاتيه، وهذا ماشي هو الهدف ديالي. ونحن لم ننتقص من مجلس الجامعه او اي شخص كان، حنا قلنا انه هاد القطاعات ما خصهاش شكون، والتعليل في ذلك انه داخل الموانئ ديال الصيد البحري من يقدم خدمات الاناره والحراسه والنظافه هي الوكاله الوطنيه للموانئ، ونحن نؤدي اقتطاع للوكاله الوطنيه للموانئ. في الميناء القديم كنا نؤدي 300 الجماعات المحليه، لانه البيع الثاني كان يتم داخل الميناء، اليوم البيع الثاني اصبح خارج الميناء، وبالتالي ما يمكنناش نخلصوا ثلاثه هنا وثلاثه هنا. فاحنا كنا كنطلبوا ومازال كنطلبوا وسوف نناضل على ذلك، ماشي غير انا واحد المجموعه ديال المهنيين على الصعيد الوطني، ان 300 ما تكونش في اطار نقاش بسيط. مع كامل الاسف الجواب على السؤال ديالنا على الطرح ديالنا كان جانب من الصواب، واللي هو كان من طرف الصديق ديالنا والاخ ديالنا رئيس الجامعه، واللي مشى احنا نحو صواب سياسي انه نحن انتخبنا ديمقراطيا وغير ذلك، وهذا ماشي هو الهدف ديال الطرح ديالنا. ثم بعد ذلك تم هناك نقاش وهناك واحد المجموعه ديال التعليقات اننا انتقصنا من الاعضاء ديال الجماعه. نحن لسنا على علاقه لنا بالجماعه المحليه، انا لست عضوا بالجماعة المحلية، أنا لم أناقش أهلية أو عدم أهلية أو جدية أو ما قام به الجماعة المحلية. أنا كل ما ناقشت في إطار اختصاصي كرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية أن هناك اقتطاعات، ولا أتكلم على جماعة طنجة، أنا أتكلم على جهتين، جهة الشرقية وجهة طنجة تطوان الحسيمة، بحكم أن رئيس الغرفة نهاد النفوذ الجغرافي، أنه الاقتطاعات المخصصة ديال 3% في إطار البيع الثاني واللي تقتطع عن المبيعات داخل الموانئ لم يعد لها سبب، كون أن البيع الثاني أصبح خارج الموانئ و 3% كتقطع في البيع الثاني خارج الموانئ. وحنا ناضلنا وأخيرا ثم تابعتي عبر الإعلام أنه حتى في الناظور البيع الثاني خرج خارج الميناء، في الحسيمة خارج الميناء، في العرائش خارج الميناء، وبالتالي 3% خصها تتبع ديك المبيعات الى خارج ميناء. والاقتطاعات او الضريبات الجبائيه شنو الاصل فيها؟ هو انا اؤدي لك مقابل خدمات معينه، انا ما يمكنناش في هذا الوقت هذا نخلصوا اداءات دون خدمه يعني واحد الخدمه معينه. اذا الضرائب الجبائيه هي تقدم مقابل خدمات معينه. خصنا نفرقوا ما بين الوعاء العقاري داخل الميناء وخارج الميناء. خارج الميناء راه تجار السمك وكمواطنين راه كاين اداكات وكاين جبايات اخرى تؤدى. انا كنت اود ان ذلك الطرح يعلى شي شويه في المستوى، وهذا النقاش اللي خصنا نناقشوا اليوم، واش هاد الجبايات قانونيه واش غير قانونيه، واش ممكن المناقشه ديالها. اما ندخلوا في تفاهات ان هذا قال وهذا ما قالش وهذا رد، هذه مسائل كنظن انها جانبيه خصنا نترفعوا عليها. وكما كما كما يقول المثل الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يخطئ، اما نحن قد نصيب وقد نخطئ، والجماعه قد تصيب وقد اخطئ وقد تخطئ، واعضاؤها كذلك والغرفه كذلك. بهذا كنظن اننا خصنا نكبروا على هذا الخطاب وما نصغروش الامور بهذا الشكل. هذا هو فملي بغيو نناقشوا واحد الموضوع بموضوعيه وبأريحيه وفي اطار الشق ديالو القانوني.